وهل لقيام الليل آداب ينبغي على المسلم أن يتمسك بها؟ قال العلماء: يسن لمن أراد قيام الليل ما يأتي: أولا أن ينوي عند نومه أن يقوم الليل، لحديث رواه النسائي وابن ماجه بسند صحيح: من أتى فراشه وهو ينوي أن يقوم فيصلي من الليل فغلبته عينه حتى يصبح كتب له ما نوى، وكان نومه صدقة عليه من ربه. ثانيا أن يمسح النوم عن وجهه إذا استيقظ، وأن يتسوك وينظر إلى السماء ويدعو بما جاء عن الرسول كما رواه مسلم: لا إله إلا أنت سبحانك، أستغفرك لذنبي وأسألك رحمتك، اللهم زدني علما ولا تزغ قلبي بعد إذ هديتني، وهب لي من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا وإليه النشور. ثم يقرأ الآيات العشر من أواخر سورة آل عمران: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، إلى آخر السورة. ثم يقول: اللهم لك الحمد، أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد، أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد، أنت الحق ووعدك الحق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد حق والساعة حق، اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خرمت وإليك حاكمت، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت، أنت الله لا إله إلا أنت. وثالثا أن يفتتح صلاة الليل بركعتين خفيفتين ثم يصلي بعدهما ما شاء، كما رواه مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم. رابعا أن يوقظ أهله، لحديث أبي داود وغيره بإسناد صحيح: إذا أيقظ الرجل أهله من الليل فصليا أو صلى ركعتين جميعا كتب من الذاكرين والذاكرات. خامسا إذا تعب من السهر يسن له أن يترك الصلاة ويرقد حتى يذهب عنه النوم، كما رواه مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم. وروى البخاري ومسلم أنه صلى الله عليه وسلم دخل المسجد قبل مدود بين الساريتين ربطته زينب لتمسك به إذا تعبت وهي تصلي، فأمر الرسول صلى الله عليه وسلم بحله وقال: ليصلي أحدكم نشاطه فإذا فتر فليرقد. سادسا ألا يشق على نفسه، بل يقوم من الليل بقدر طاقته حتى لا تمل نفسه وحتى لا يتركه. ففي البخاري ومسلم قوله صلى الله عليه وسلم: خذوا من الأعمال ما تطيقون فوالله لا يمل الله حتى تملوا، ذلك أن أفضل الأعمال أدومها وإن قل. هذا ويسن ألا يجهر في قيامه بالقرآن حتى يبتعد عن مظنة الرياء وحتى لا يؤذي أحدا، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم لأبي بكر وعمر بعد نزول قوله تعالى: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا. هذه بعض الآداب، والله أعلم.